الفقره اللي كتعجبكم ديال الانبوكسين. الى خلاتنا صوفيا نوريكم نديروا هذا الانبوكسين. البنات انا دوزت الاوردر هاد السيمانه في شي ان واليوم وصلتني، وكنشارك معكم شنو خديت وتاخذوا افكار ونعطيكم الفيدباك ديالي على يعني كاينين البنات مثلا دخلوا تما يقلبوا على نفس الايتم، وديك الساعه انا راه غنعطيكم رايي على كل حاجه، يعني التوب السايز واش هو هذاك، وديك الساعه تدخلوا تقدروا تدوزوا الطلبيه. لكن اخوي باش نوريكم شنو خديت كامل، حيد هذا الكرتون الساعه حاجه بحاجه نوريكم شنو. كنخاف من شي الاونلاين ولكن الحمد لله شيء ان صراحه ما عمر قليل فين كتخيب ظني، يعني في مشترياتي عندهم ديما كنختار كسيوات وداكشي كيجيني صراحه نيشان قليل فين كنطيح في شي حاجه ماشي السايز ديالي ولا تو كيكون ماشي هو هذاك. خديت هذه كسوة نخليها لكم هنا في الفوتو شوف كي دايره، ما يمكن مشى خاصها تصلح عاد كتبان، وطبعا مع اللبسه عاوتاني راه كتبان اكثر، بس كتوب صافا انا ليسونسي عندي ما يكونش التوب قاصح تكون كتيره، مي عجبني سورتو هاد البلاصه هادي عجباني، انا غادي نقيسها ونقول لكم رايي من بعد. ميرا دير هكا دايره في لا فوتو هادي، صراحه حبيت الصايده لا كتجي كلوش، نخليها لكم في الصوره. التوب رائع، توب زوين، وحتى هادي صراحه واعره، التوب ديالها زوين، بنات اللي كيعجبهم التوب اللي كيتيرا وكيلصق على الجسم زوينه صراحه. هادي صراحه ما حبيت لا علاقه ديال كلامي حلقه فراسكم دابا. هادي انا شفت واحد الانفلونسر كاين في الخليج دارت لي هادي عيا وقالت بلي راه زوينه، وداكشي خديتها، يعني ما خديتهاش انا على ذوقي، فطبعا الحاجه اللي ما كتاخذهاش على ذوقك دائما قليل فاش كتنجح. توبها غليظ بزاف ديال القطن غليظ، يعني ماشي شي حاجه اللي تلبسي ما عرفتش، المهم ما عجبتنيش، وباينه هذه واسعه بزاف واسعه المهم هذه فلوب ما عجبتنيش. هذه حتى هي صراحه شتها عجبتني، عجبني الستايل ديالها، بالنسبه للتوب جو بونس مزيانه، المهم بقى دابا اللبسه باش نقيسها كتجي لا شوميز ديالها. المهم بالنسبه للتوب وهذا الساي جو بونس هما هذوك، وهذا بنطلون مع الاب ديالو. المهم التوب زوين كما قلت لكم كيتيرا. هذه صراحه حبيت شوفوا سو جيرلي كتجي زوينه عجبتني، واخا سخونه بس يعني في ايام البرد والشتا تلبسيها في الدار ولا البنات هكا اللي كيلبسوا بحال هادشي لبرا زوينه صراحه. خديت بعد هاد الجين ما كتشوف فيا خديت هاد الجين هذا زوين صراحه، بس مازال من خصني نقيس واش غيجيني ولا ما يجيش قدي مشكله مع الجينات صعيب القصايص ديالي، باش اللي عجبني هاد الفتحه هنايا واللون ديال الجين كيعجبني انا هاد الجين هكا ما كيعجبنيش داكشي الفرنسي، بس زوين توب زوين و يعني نفس الديزاين اللي في الصوره. وهذه صراحه حمقاتني هذه 3 بيس بونطالون البول. هذه صراحه شوفوا التوب وداكشي انا كيعجبني السفر مثلا كل لابسه بحال هادشي باش ما يعني حتى في السفر هذا كتكوني مرتاحه، فشفتها وخديتها لانه عندي سفر باش نلبسها ان شاء الله، بس واعره 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 كواليتي واعره. الله يا ربي هاد الصالوبيط شحال طوال لي نرجليه، واو 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 درا واقيلا طول مني والله يا طويل بزاف، بس توب زوين في اللبسه عاوتاني اي حاجه راه مع اللبسه عاد كتبان. انتما في لافوطو نخلي لكم لافوطو ديالو، بس بان ليا فهادشي في رجليه طوال، واو واو فكرني في داك الرسوم ديال داك اللي عندو رجلين طوال واش سميتو هاد الفاش هذا كيبان فاش صافي كيبان زوين في التصويره، في اللبسه ما عرفتش الله اعلم تلبسوه دابا ونشوف، بس التصويره كيبان واعر
في الحقيقه هادشي داير بحال شي واش. هادي حتى هي حبيت كسوه، شفتي كيفاش كتجي فيها شوكه من اللور، كتجي كلوش من التحت ومن اليدين كلوش، وفيها هاد السواقه من هنايا مفتوح. بس هادشي ديال البرد، يعني حنا في الامارات ما عندناش البرد، ما لبس الشتا مشي المغرب. يعني البنات هكا تاخذوها في الدار مثلا، كتبغي تفركس لراجلها وداك الشيء، فقط تاخذ لي غوب بحال هكا، واخا يكون البرد تفركس اختي، لبسي لنا لي غوب سواغي ولبسي داك الشيء يكون زوين. مي عجبتني زوين، وهادي حتى هي زوينه، ولكن راه كما قلت لكم خص دابا نلبس اللباس عاوتاني شيء ثاني ديال لي برانسيس، كيعجبني بحال هاد الشيء كيوت. او هادي خطيره عجبتني، ولكن ما عندناش البرد. يا ربي يجي البرد في الامارات ويجي التبريد ويجي الشتاء باش نلبس هاد الشيء. هاد واعرين ثوبها رائع زوينه حبيت. وهادي بعد حتى هي زوينه ثوبها رائع، هذا اللور ديالها كتجي فيه الفتحه من هنا ومن القدام راه مسدوده، بس زوينه شوفها حتى هو سلس. هادي تاهي عجبتني بزاف، شوف من اليدين كيفاش دايرين، تبقى بارد كي كيجبد حتى هي زوينه. هاد لافيست المهم انا بينها شي نقصيره، ولكن الشراء واخا كتشوفوه هكا راه فاش كيتلبس كيبان عاوتاني حاجه اخرى. ايوا هادو نتوما قول لي رايكم كي جاوكم، انا عجبوني صراحه. وهادو حتى هما يس نايس زوينين صافي. المهم البنات انا زرت لكم على هاد الشيء حيت جاني النعاس وصافي، المهم بقاو شي تيشيرت اخرين و هكا الملابس الداخليه داكشي ما نقدرش نصورو. هادو البنات واعرين واعرين، هادو بالنسبه ديال كلينكس خديتو انا هذا البيت النعاس عندي، وهذا ديال الطوموبيل كيعطي داك اللايت يو اس بي كيعطي داك الضوء وداكشي في السقف ديال الطوموبيل. وهذا شفت وحده شكراتو حتى هو كيعطي داك الضوء داكشي. المهم نجربو ونشارك معكم من بعد هادشي اللي كاين البنات. عييت طفيت، ما نمشي الناس تصبحوا على خير.